محمد عواد ما لعبش ليه او مش ليه مش موجود في قائمه بكره ويلعب اساسي في مباراه؟ محمد عواد كان المفروض هو الحارس الاساسي بكره. دي ما فيهاش جدال ولا نقاش. عواد لو كان الجهاز الفني رجع من تنزانيا لقاه جاهز بنسبه 100% كان بقى هو الحارس الاساسي بكره. وده هتلاقيه امتى؟ هتلاقي عواد داخل اصلا المباراه القادمه امام المقاولين اعتقد اللي هي بعد بيراميدز، حتى لو الصبح اتألق بكره هتلاقيه داخل القائمه نفسها. لكن لو كان جاهز كان هيلعب بكره. طب صبح اتألق بكره نحسب. هي الفكره ان عواد ما ساعدش نفسه في حاجات واتظلم في حاجات. طب قول لي بقى، عواد كان المفروض يلعب اساسي ماتش الشباب السعودي في البطوله العربيه، ولو كان عمل جيم كويس كان هيلعب النصر. عواد جه بدايه قصته من مباراه فاركو اللي هي في نهايه الدوري، هو كان معتمد انه يلعب ماتش الاهلي، فصبح لعب، صبح ساعتها اخطا، فكان وقتها الجهاز الفني قال لك لا مش من اول، يعني لازم ادعم صبحي انه يلعب فاركو مش هلاعب عواد. من هنا بدات الحكايه ان عواد حس ان الناس مش هتساعده، وهو كان عنده ازمات سابقه مع يعني نفسيا، ان هو قال انا لما لعبت وخدت الدوري والكاس النادي ما ساعدنيش ان انا اروح منتخب مصر. فعواد كان عنده مشاكل اتكلم فيها مع الجهاز ده، قال لهم انا الناس ما بتساعدنيش والنادي ما بيساعدنيش، قال له انسى كل اللي فات واقفل عليه مش عايزين نتكلم فيه، احنا ولاد النهارده وانت شغال معانا، ساعد نفسك هنساعدك. تمام. اوسوريو شاف ان عواد مشتت، عشان كده وده سبب اصلا تصريح اوسوريو ان صبح الحرس رقم واحد. اوسوريو وصل له ان عواد بيدور على العرض وهيمشي، فلما اتسال مين الحارس رقم واحد عندك قال صبحي، عواد زعل. فبالتالي بدا من هنا انا ما بيجهزش بشكل كويس، فتقريبا اول ما يعني مباراه الشباب السعودي كان المفروض هو اللي يلعب، اتحط في التشكيل الاساسي قبل المباراه بيوم. تمام. قال انا ركبتي وجعاني. وانت لو هتلاحظ عواد وهو بيلعب هتلاقيه لازق بيلزق حاجات دايما حوالين ركبته لانه هو عنده رشح في الركبه. تمام. فبالتالي جه قال انا ركبتي وجعاني وعندي رشح وكده، الدكتور محمد اسامه وقتها قال للجهاز لا مش هيقدر يلعب نهائي، قال انا ممكن اخد حقنه والعب، فقالوا له مفيش الكلام ده خلاص طبيا مش تلعب، فالموضوع انتهى. رجع الناس عملت له برنامج. لما رجع الجهاز الفني بقى من تنزانيا المفروض عواد يبقى جاهز بنسبه 100% بعد ماتش ارتا سولار ان هو يلعب مباراه بيراميدز اساسي من الصبح، لان برضو هم شايفين انه صبحي عارف يا كريم بالبلد كده حط رجل على رجل وضامن انه يلعب، فبالتالي مستواه اتاثر مش مركز بنسبه 100%. فبالتالي لو دخلنا عواد الجيم الموضوع يختلف. رجع الجهاز الفني فمدرب الحراس اللي هو الكابتن محمد عبد المنصف بيسال الناس عواد جاهز؟ اللي هو الناس اللي كان المفروض بيعمل برنامج معاه. قالوا لا ده ما فيش شغل، بيجي يعمل مجاميع ثلاث مجاميع، ما فيش شغل قوي، فبالتالي هو مش جاهز. اول مره يلبس يعني جوانتي وينزل ملعب كان في التمرين الامس اللي هو اليوم اللي لسه خلصان ده. فبالتالي حارس جاي من بعيد قوي ما كانش يقدر الجهاز يجازف بيه، وحتى لو على الدكه. لكن القرار داخل الجهاز متبلغ لعواد، وكان في جلسه معاه بينه وبين محمد عبد المنصف مدرب الحراس اول امس، قال له انا عايزك تساعدني عشان عايز العبك. ايوه انا محتاج العبك، انت ساعدني وساعد نفسك، الراجل حاسس ان انت مش مركز معانا، فبالتالي كان مخرجك جه عشان يلعبك مره واثنين وثلاثه، انت في مره بتاعت الشباب قلت ركبتي. بس هو بصراحه عمرو اقول لك حاجه، بصراحه محمد صبح حارس جيد جدا جدا وواعد جدا، وان شاء الله يبقى واحد من مستقبل حراس المرمى في مصر. محمد ابو جبل قبليه كان حارس كويس جدا، جنش قبليه كان حارس كويس جدا. انا بحس دايما بالناس بتيجي على محمد عواد قوي في الزمالك. هو نفسه عواد عنده الاحساس ده واتكلم فيه. وقعد مع عبد المنصف مره واثنين، وعبد المنصف قال له اقفل على اللي فات، احنا اولاد النهارده، ركز معايا انا عايز العبك. ده عبد المنصف في مره قسم له الماتشات، قال له انا هلاعبك الماتش ده والماتش ده والماتش ده، انت معايا انا عايز ارجعك وعايز استفيد من الخبرات اللي عندك، وجودك هيفيد الفرقه. خد بالك صبحي حارس ممتاز جدا طبعا، ولكن في بعض الامور هو ما بيقدرش ينفذها 100%. ازاي يا كريم؟ انت عارف ان الجون ليدر، فبالتالي صبحي محتاج لسه الخبرات تتكون عشان الشخصيه فيقدر يوجه. فدي مميزه جدا في عواد مثلا، بيتكلم مع المدافعين وبيتكلم مع الباكات وبيتكلم مع الناس، عواد طول الوقت بيشارك في الحاجات دي. فهو المره دي انا عارف ان عواد مر بظروف داخل الزمالك كانت صعبه طبعا، وفي بعض الاوقات اتظلم طبعا، ولكن الفتره اللي فاتت هو ظلم نفسه. هو ظلم نفسه. هو ظلم.